عندما نتحدث عن تقاسم الوزارات ورئاسة الوزراء لمن والمناصب السيادية، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه توافق، يعني غير لو احنا يعني الامور يعني نطرسها بشكل اخر، يعني ما ممكن. يعني هو احنا ذاهبين باتجاه توافق، لماذا؟ لان العمليه السياسيه التي نريد ان نذهب لها وهي الاغلبيه السياسيه ان شاء الله سوف تتحقق في الدوره القادمه تحتاج الى تشريعات دستوريه. لا نريد ان ندخل مره ثانيه ونقحم المحكمه الاتحاديه وتعالوا فسرونا. يعني اتفقتوا لو لا؟ عندنا خمس ايام. لا لا هواي هواي معوده كلش هواي، ان شاء الله الامور ماشيه يعني الى خير ان شاء الله. الظاهر انه الايام القادمه ستكون يعني فيها بشرى ان شاء الله، فيها بشرى يعني استاذ سرمد يقول ما يعني، لكن فيها بشرى مو مفاجاه، مو مفاجاه، بشرى ان شاء الله. ماكو شيء، نعم يقول لك ماكو شيء سي سرمد. لا لا ان شاء الله بها بشرى ان شاء الله. سي سرمد احكي معلوماتك. لا ما مستحيل تكون، لا اكو شيء اسمه محاصص، احنا تربينا عليه الحمد لله والشكر، ربونا عليه. هم يسموها توافقية، احنا نسميها محاصصة. يعني ما احنا اللي استاذ سرمد، مو احنا اللي اسسناها، اسسها من اسسها يا سيدي الكريم، اسسها اللي وضع النظام السياسي الجديد في العراق بعد 2003. وقال بس العفو سيبا، وقال اننا كي لا نصنع دكتاتورية جديدة، دكتاتورية الفرد او العشيرة او الطائفة او القومية، نذهب الى الثلثين. فالعملية سوقت بهذا الشكل وصنعت وصنعت صممت بهذا الشكل. خليني يعني اشوف مو طرف احنا، خليني اشوف رئيس سعد حسين، خليني اشوف.